اتيكيت المصايف حاجة مهمة جدا. كتير من الأمهات بتتخيل المصيف يعني خروج عن القواعد والسلوكيات السليمة، ولكن لا، الطفل لازم يبقى عارف قبل ما يروح المكان المصايف أو المصيف اللي هو رايحه، لازم يبقى عارف واحد إنه لازم يبقى بيحترم اللاين، ولو لقى حد كبير وراه يبقى هو بيرجع لورا ويقدم الكبير. اتنين، انه ما يبقاش ابدا يسمح انه ينفع انه يرغي في اللاين ابدا. تلاتة، مبدئيا وهو لما الشيف بيحط له الحاجه بيقول له من فضلك ممكن كذا، ولما بيبقى عايز حاجه تاني بيقول له لو سمحت من فضلك، لانه كتير من الولاد كمان حط تاني، ما فيش اي كلمه بليز او من فضلك. تاني حاجه، انه ما ينفعش غير انه يبقى ماسك طبق واحد بس وهو رايح على الطبق الرئيسي، ما ينفعش ابدا الطبقين، لانه عايز يختصر الوقت او عايز يحط فكره انه مش عايز يروح ويجي. لا حبيبي، ممكن تروح تملى طبقك 3-4 مرات، ولكن ما ينفعش ابدا ان يحط 3-4 اطباق ويبقى طبق باربع ادوار حلويات على حوادق على مش عارفه ايه، وده غلط جدا. ماما لازم تفهم ان كل حاجه ليها طبقها، شوكه تعرف تتمسك ازاي، الكوبايه بتاعته ينفع انها يحطها امتى وازاي، والمنديل. كمان فكرة ان هم بيبقوا جايين من البيتش على المطعم على طول، لا، المفروض ان الطفل بقى عارف ان كل مكان اللبس الخاص بيه. فعشان كده بنقول ان ماما لازم تبقى على القليلة لو ما هيش معاها درس خاص يبقى فيه كاش مايو، لان المطعم ليه احترامه.